اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من البيت الكبير، ووصلنا للفقره الحواريه الاخيره. معانا الكابتن القدير، تاريخ كبير جدا، الكابتن فتحي نصير. هيكلمنا اكيد عن خبراته الكبيره جدا جدا من خلال وجوده في الاتحاد الافريقي، خلال وجوده في الاتحاد الدولي، من خلال خبراته الكبيره على المستوى الفني، عن المشاكل في الساحه الرياضيه والخاصه اكيد بالنادي الاهلي. واكيد هنفتح كمان ملف النادي الاهلي واستعداداته لكاس العالم للانديه مع كابتني الكبير الكابتن فتحي نصير. برحب بيك يا كابتن في البيت الكبير، ودايما بتنورنا ودايما بنستفيد من حضرتك. انا سعيد يا كابتن هاني بوجودك وبنتشرف بيك، ودايما اشوفكم انتوا الاثنين يعني بطلتكم الحلوه دي يعني حاجه وجبة دسمة كل يوم بنسهر معاها. على راسنا كابتن فتحي، نورنا. كابتن فتحي، مدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر ومراقب ومحاضر في الاتحادين الأفريقي والدولي، ما بين هدف أيمن أشرف وإيقاف محمد الشناوي، في حيثيات في هذا الموضوع أكيد. قريتها إزاي كابتن فتحي؟ قريتها الحقيقة يعني نيجي الأول لحتة الهدف، الإيقاف الشناوي اللي آخر حدث يعني. طيب لازم نعرف حاجة يعني شوية حاجات، وبعدين منها هنقول على شوية بيانات، ومنها نقول نوصل للقرار اللي هو اتخذ ده. حكم أي مباراة لما بيجي، حتى لما في البطولات العالمية، في البطولات المحلية، في البطولات القارية، إمتى تبدأ سلطاته؟ تبدأ سلطاته من أول ما يخش الاستاد، مش من أول. الناس فاهمة إن هو لما يخش الملعب تبدأ سلطاته من قبل، لكن السلطات، في سلطات يقدر ياخد عليها قرارات اداريه وفي قرارات فنيه. القرارات الفنيه هي لما يخش المستطيل الاخضر يقول دي فاول، دي مش فاول، ده اوت مش اوت، دي كده ماشي. اما السلطات الاداريه تبدا من اول ما يخش الاستاد، يعني لو هو جاي داخل الاستاد وماشيين كده، وبعدين اللعيبه جم جنبه، فواحد من اللعيبه بيقول يوه هو ده الحكم اللي بيجي لنا، ده حكم مثل كده وشتم فيه، في اللحظه دي سهل يرفع له كارت اصفر او كارت احمر، يمنعه انه ما يخش المباراه، ما يلعبش المباراه من قبل ما تبدا، قبل ما تبدا وقبل ما يكتبوا له حتى الليسته. لعيب وعرفه بيقول هو انت كذا وراح كده، سهل يدي له كارت احمر. فاذا القرار سلطاته في المنطقه دي. طيب تقول لي طب امتى؟ قبل المباراه، اثناء المباراه، ما بعد المباراه. بعد المباراه فاحنا نيجي للقصه الشناوي، ما بعد المباراه. لو الحكم شاف ان اي لاعب او اي مسؤول او اداري او اي فرقه من منظومه كره القدم، من اي احد الفرق، جه وتلفظ او اتكلم او عمل له اي حاجه، هديله كارت احمر. يقول انا عادي جدا. طيب نسال نفسنا، هل هو الحكم ده ادى كارت احمر للشناوي؟ لا لا، ولا اصفر حتى. اذا مفيش، ما هو الاحمر اصعب. يعني الاصفر طبعاً يعني انذار، لكن الاحمر ما اداش احمر. فاذا انت لما بتدي واحد كارت احمر يعني اذا ده عمل عقوبه، فانت بتدي له عقوبه اداريه مش فنيه، لانك خارج الملعب. واحنا قلنا الكلام صحيح. ده سلطته بتبدا منين؟ وبالتالي طالما ما طلعش الكارت الاحمر عشان يدي للراجل ده، ما تقولش ان هو هيكتب في تقريره. يعني طالما ما فيش عقوبة إدارية قبل المباراة أو بعد المباراة، وبالتالي التقرير هيخلو من هذه العقوبة الإدارية. ما فيش، أنت دلوقتي عقوبة إدارية عشان عمل إيه؟ بتقول إنه احتك أو إنه هو جه يكلمك بطريقة، فأنت بتدي له كارت أحمر. مظبوط. يبقى ده قصور عندك كحق لو أنت عايز، لكن هو أصلاً ما إداش. هو طلب منه إنه يكتب كده. طلب منه. أكيد أكيد. يعني ايه طلب منه يا كابتن؟ كلمة دي كبيرة. لأن لغاية يعني الساعة لأن بعد المباراة بساعة، وهنعرف يعني مش هنقول أسماء، تكلموا معاه، فالراجل قال لك لا ده هو بسرعة عفوية وكان جاي قلنا كده في الانترو، هو ده اللي حصل بس، وما كتبش في تقريره. بس الصحفي هيكتب اللي حصل بما يرضي الله، هو قال كده. ما هو اللي سأل الحكم، اللي سأل الحكم. اه، وفي حاجات متسجله. يعني في مكالمه متسجله ان الحكم فعلا قال ان محمد الشناوي لم يخرج عن النطاق الرياضي، بدليل ان مفيش كارت. يعني لازم منظومه دي لازم تتفهم، يبقى في كارت احمر
ادوني يقول له بناء عليه بعد المباراه حصل كذا كذا، فاداله كارت احمر واشهر الكارت الاحمر له، وكتب في تقريره ما حدث كان مفروض، لكن ده لم يحدث، ما فيش كارت احمر. وحيثيات القرار يا كابتن مبهمه شويه، لان مكتوب في حيثيات القرار ان محمد الشناوي تجاوز. و طيب انت جبت التجاوز ده منين اذا كان مش موجود اصلا في التقرير؟ اللي بيحكم قال تجاوز، ما هو التجاوز ده هو اللي يقوله الحكم، مش يقوله لا انا ولا اي حد تاني. صحيح، مفيش حد في المنظومه يقدر يقول. واحنا قلنا سلطاته الحكم، من سلطته كارت احمر، بناء على الكارت الاحمر ده بقى تحط الحاجات اللي انت عايزها. يبقى الكارت الاحمر ده لسوء السلوك والكذا ولحسياته، لان عمل كذا وعمل 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 وعمل. ليه اديته كارت احمر بعد المباراه؟ لانه عمل كذا كذا كذا. فالكارت الاحمر بيتفصل فيه التفصيل بقى اللي عندهم في اللوائح، بيقول لك الكارت الاحمر للاساءه، الكارت الاحمر للاعتراض، الكارت الاحمر للتعدي باللفظ، للتعدي بالجزاء. يبقى كل بس اساسا لازم يكون في ايه؟ لازم يكون كارت في كارت احمر. ليه حصل كده كابتن فتحي من وجهه نظرك؟ لا انا اصحاب ليه حصل كده؟ حصل كده اللي هم اللي خدوا القرار، هم اللي يعني نسالهم السؤال ده. لا ليه؟ ليه من وجهه نظر كابتن فتحي؟ انا ما بخش في تعتقد ليه؟ هنخش في النفوس تعتقد ليه بجد؟ لو عمليه انا بجد عايزين نعرف يعني نحلل نقرا الكف، مش هنقرا الكف ونعرف يعني لو نقرا الكف بص شوف الكف انا ايه الكلام ده هعرف انا. بس عندك تحليل والله ورا الضحك ورا الابتسامه دي يعني والله العظيم فين؟ لا ما انا هقول عايزين نفهم مع حضرتك، لان دي علامه استفهام انت نورتنا فيها دلوقتي عليها، انه كان يجب رفع او استخدام الكارت الاحمر وهذا لم يحدث في المباراه. فانت النهارده كتبت تقرير بسرعه ما بعد المباراه لا عملت لا اثناء ولا بعد، ما انت ما عملتش لا في وسط ولا بعد اثناء ولا بعد، والقرار طلع بسرعه في سرعه برق يعني. احنا مش عاوزين حتى لما بيقارنوا لعيبه ثانيه، اللعيبه الثانيه الحكم رفع كارت احمر لهم مره وكتب، فدي عقوبه اداريه وبناء عليه بيقول اديته كارت احمر لان عمل كذا كذا كذا. هم هياخدوا التحليل ده ويفصلوه على الشروط بتاعه المسابقه، العقوبات. يقول لك ايه؟ انت عقوبه بعد المباراه حصل كذا وكذا وكذا والحاجات دي كلها. اما الحاجات دي كلها تتقال يبقى بنقول العقوبه بتاعتها ماتشين، ثلاثة أربعة خمسة اي حاجه على حسب بقى اللائحه، على حسب اللائحه اللي عندك من قبل المسابقة. لكن ازاي انت كلائحه تروح لحاجه او انت الحكم صعب جدا يكتب الكلام ده من غير كارت احمر؟ يعني حتى لو حكم كتب كده يقول له طب ما اديتوش كارت احمر؟ طبعا لازم طبعا يكون في عقوبه اداريه، لازم بالدليل ان انا قلت لك طلب منه انه يكتب، بس ما يقدرش يطلب منه يرفع كارت احمر خلاص مشي الشناوي مش موجود. بس اكتب تقرير براحتك، قول اللي انت ما فيه والكلام ده. ما هو كتب بس نسي ان هو ما هي العمليه مش مكتمله. يعني انت عشان تكتمل في علامات استفهام كتيره كابتن فتحي، زي ما حضرتك بتقول يا كابتن فتحي، لو انت هتكتب تقرير حصل فيه كذا السؤال هيرجع للحكم، طب لما هو حصل كذا ليه ما اشهرتش عقوبه اداريه؟ ولو ما اشهرتش عقوبه اداريه بالتالي بتكتب ليه في التقرير طالما ما اديتوش عقوبه بالزبط. اداريه وبعدين الكارت الاحمر ده مش عقوبته ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ممكن يبقى 8 ماتشات. صحيح. بناء على ليه الكارت الاحمر؟ ايوه لو في الملعب بنقول ليه الكارت الاحمر؟ هيقول لك السبب 1 2 3 4 السبب كذا، انت هنا كتبت السبب من غير الكارت ما اكتملتش القضيه. صحيح. يبقى اذا دي بالنسبه للشناوي. طيب وهدف ايمن اشرف؟ بالنسبه للهدف بتاع ايمن اشرف، يعني لو استاذ برجاوي يجيبها لنا على يشوفها لنا محضرينها عشان نشوفها. انا عايز بس هنطلب حاجه واحده نرجع بس الاول ورا. خلينا نشوف اللاعب اللي هو بيقولوا عليه الفاول عليه. ايوه هو رقم 3 نمره 1. هل اللاعب ده شوفوا رجليه الاول، انا عايزك تركز على رجليه رجع وقت ايمن اشرف رجع اللي هو الرقم 3 رقم 3 رجليه 2 على الارض. رجليه 2 على الارض، اذا رجليه 2 على الارض. صحيح. هو دلوقتي بص شاف الكوره، هو هل حاول ان هو يلعب الكوره في اي اتجاه وما لعبهاش؟ لا ما عندوش محاوله، هو الراجل نمره 3 بدليل رجليه 2 على الارض. مظبوط. ما هي اصل الكوره في الهواء. مظبوط. مش هيستناها يعني قدام الجول عشان يطلع الكوره، لازم يروح للكوره. مظبوط. طب هو هيروح لها ازاي؟ اشمعنى ايمن هو اللي راح؟ ما بقولش على الميل،
دي في حاله واحده بس بتتعمل الفاول ده، لو رحنا في وسط الملعب يا كابتن ايمن، كابتن هاني، وانت نطيت على مهاجم وقفزت عليه وسندت عليه او دفعته، هي الحاله دي بس اللي تبقى فاول عليك، ضربه حره مباشره تبقى عليك. ليه؟ لان انت في وسط الملعب والراجل اللي قدامك، فانت نطيت عليه وسندت عليه عشان توصل للكوره، عشان توصل للكوره عشان تلعبها. في الموقف ده غير، خلينا بقى نشوف هنا الكوره دلوقتي. هو اللاعب اصلا ما فكرش انه يلعب الكوره، وهو ما كانش شايف الكوره، بص عينيه تحت، هو مش شايف الكوره فين، ولا يعني شافها ولا حاول ولا عارف الكوره فين. اذا هي المفروض تتاخد، الراجل ده بيعيق ايمن اشرف. يعني عشان انا احسبها لو ما جاتش جول. طب وفي لقطه تانية، بص يا كابتن، برضو في مدافع الرجل مرفوعه، يعني برضو يعني ما حدش شافها، يعني المدافع اللي رافع رجله لغايه راس ايمن اشرف، يعني كمل الصوره كده، بص بص المدافع رجليه فين، بص المدافع رجليه، الرجل مرفوعه في وش ايمن، وده عامل اعاقه. هو ده ما نطش، هو ما حاولش، لانه لو حاول كان هيتقدم لقدام. يعني شايف يا كابتن؟ طبعا شايف ليه الشوز احمر ده، كان لو اتحرك شويه ناحيه خط الجول محمد مجدي. لو اتحرك، بص هو اتحرك من 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 الدفعه، هو اتحرك بعد ما لعب الكوره. يعني شوف ايمن خلاص لعب الكوره، وعندنا رجل المدافع ده كمان في وش ايمن. واحنا على فكره كان في حكم انجليزي شهير يعني كان قال لك ده مليون في الميه هدف، واحنا قلنا في البيت الكبير يعني الواحد من خلال خبراته احنا بنحللها. يعني الراجل في اوروبا هو خدها كده على بعضها، الكره دي هدف. طب هنقول من حاجه تانية، خلينا نشوف، شوف الحكم بيعمل ايه بايديه. الحكم ما ترددش، خلينا اول ما تيجي، بص 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 بايديه بيعمل ايه، مفيش حاجه يعني، يعني شوف يعني وراح مشار جول بالظبط. اذا هو شوف المسافه دي 6 ياردة اللي هي ال 6 يارد، وخد خطوه كمان واحده بره يعني 7 يارد. ال 7 ياردة دي واروح اشوف فار، لو الفار بيقول لي اقول له ما جلكش. انا على فكره يا كابتن احييك على لقطه معينه، ويا ريت يجيبوه لنا تاني، ان ساعه ايمن ما راح للكوره الحكم عمل كده، يعني ما فيهاش حاجه. ايوه يعني نرجع للكوره، نقف بس عند هو الحكم بيشاور، ما فيش حاجه يعني، ما فيهاش حاجه. بص ايديه بالظبط، ما فيهاش يعني حاجه وجول على طول. انا حللت لك على اللاعب الاول صح، ثم على الحكم. صحيح. الحكم بيعمل ايه؟ بيقول لك ما فيش حاجه، بيقول لك ما فيش حاجه، يعني الكره دي ما فيهاش اي حاجه. ليه؟ ما حدش اجبر انه يعمل ايديه. صحيح. طيب يبقى في الحاله دي لو الفار كلمني اقول له لا مش شايفها عادي. لان انت اللي جوه الملعب ده، انت جوه. بص أي. شوف جوه المطبخ، شوف انت فين، وما فيش حد يعني حاجز عليك الرؤيه، يعني بنون بعيد عنه على اليمين، وهو شايف الحدث كده، ما شوفش اي كاميرات. شو اتفضل على طول بدون تردد. هو ما ترددش، هو ما فكرش. صحيح. هاتها تاني الحكم، برجعوا هاتها تاني بعد اذنك، شوف الحكم، نشوف ايديه. نشوف ايديه. شوف بصوا. بيقول ايه؟ مفيش حاجه. يعني بيعمل بايديه الاثنين كده، يعني اذا اللعبه ما فيهاش حاجه. وبعدين نفس الايد قبل ما تنزل كان مشاور على الجول، ما فكرش. اذا مفيش جزء، مفيش حاجه جول. في فرق كان نزل ايده وفكر وشاف، وشاف المساعد. ممكن تحليل تاني كابتن، هو طبعا عدم تردده في احتساب هدف مع كمان بعض الحكام اللي قالوا الهدف صحيح. قال لك زاويه رؤيه الحكم بتتحكم في الموضوع، لان زاويه رؤيه الحكم 100 زاويه 100% سليمه، 100% 100% سليمه. فممكن هو بيكتب، هو بيشاور لا، يمكن يعني بيشاور لا ان الكره ما تعدتش الخط، فاللعبه مستمره. طالما اللعبه مستمره والاشاره السريعه دي بانها هدف، ده على يقين انه مفيش فاول. بيقول مفيش حاجه، يعني مفيش اي حاجه. لا هي فاول ولا اي حاجه. عايز اسالك سؤال ثم الايد. انا قاعده مستمتعه بتحليلك، لانك فعلا دايما بتحط كده يعني ايديك على نقاط فعلا مش بعض، مش كتير من الناس بتاخد بالها منها. النهارده في تخبط اداري واضح جدا في يعني قرارات التحكيم. يعني حتى النهارده لما كنا بنتكلم في الانترو عن مباراه بلديه المحله وبني عبيد، اتنين راحوا، واحد لعب والتاني قالوا له روح وحق المواصلات علينا. فانت شايف ازاي كابتن فتحي موضوع التخبط ده؟ يعني قرارات التحكيم يعني ازاي ده بيحصل؟ لا هو التحكيم اولا في المباراه دي يعني مش هقول ضعف،
شخصيه الحكم. كابتن فتحي انا بتكلم بشكل عام. ما انا بشكل عام ما انا برضه عايز اكملها في حاجه كمان عشان الاستوديو للمباراه النقله. كابتن كبير احمد الشناوي قال ان الهدف ده غير صحيح. اي تقريبا الوحيد اللي قال كده. ما هو ليه؟ لان ابنه هو في الفار. فابنه هو اللي طلب الحكم وابنه هو اللي قال للحكم. وبالتالي بقى ابنه هو المسؤول. فعشان كده ما يقدرش يقول ان الكره دي جول. عشان هيبقى هو بيقول حاجه والابن بيقول حاجه ثانيه. فطبعا الابن الضنا يعني صعب ان الواحد يبقى ضد ابنه بدل يعني. ما يكبر ابنه يعني مش ممكن يعني. ده احساسي. ومهما كان انا اسف يا كابتن احمد لكن انا بقول كده دي الحقيقه. لان ابنك اتورط في ان هو ينادي للحكم. والحكم هو المسؤول انه راح للفار كان يقول له لا. لان هو صاحب الفار ده اكن المساعد رفع الرايه. الفار دي اكن مساعد حكم. وليس هو الحكم. وليس هو اللي صاحب القرار. صاحب هو المباراه بتدار بحكم واحد. اللي هو في الملعب ومع الفار. الفار عشان اسيست يعني الفار يعني ده حاجه مساعد. فار اللي هو في اي ار اللي هو فيديو اسيستنت ريفري. الفار فيديو اسيستنت ريفري فار زود من عمليه الجدال صح؟ ما هو طب يعني لا مش بيزود هو في بعض الحكام اللي هم مش فاهمينها قوي او مش دارسينها قوي او مش مقدرينها قوي هم اللي هو اتورطوا انه جابوه لكن هو ما كانش يروح خالص ولا يشوفها. حتى كابتن لو راح وهو على يقين ان الهدف ده صحيح ممكن يبص ويقول الهدف صحيح بناء على قراره وبناء على ان زاويه رؤيته وبالتالي كان ممكن بس هو عمل يعني عمل عنده سنه تشكيك في قراره وهو شك في قراره. ما هو شك يبقى انا مش واثق في قراري يبقى ثقتي في نفسي. مظبوط. وبعدين ما تاثرش بالفار من الاول طالما انت عملت كده انت بتعمل كده مش عشان انها دخلت الجول. الناس اللي بيفسروها له بيقول لك ده هو بيعمل بايديه انها ما عدتش الخط لا ده هي يعني ما عدتش الخط ده من بدري كانت الاشاره بدري يعني لو جبناها هنلاقيها لازم تكون الاشاره دي بدري شويه مش ورا الجول لان هو بيعمل كده الايد راح تروح على الجول على طول. ما عدتش ايه فهم بيحللوها له بس هي غلطت الحكم اكيد في ان هو قرر يعني الحكم النهارده قرر في ضربه جزاء قصدي في عدم احتساب هدف وفي الشناوي 4 ماتشات يعني مشكلتين غرامه ماليه الغرامه مش مهم يعني يعني انا ما بتكلمش في 10 20000 دي الغرامه مقدور عليها بنتكلم على القرار كله يا كابتن فتحي ايوه بس الغرامه مقدور عليها لكن حرمان لاعب بان هو يشارك كابتن الفرقه وبعدين ليه ما خدش ان كابتن الفرقه هو اللي راح يكلمه ليه ما خدهاش من الجانب ده ليه ما حللش ان انا مش اي لاعب في الملعب ده انا كابتن الفريق كابتن النادي وحق كابتن فريق النادي الاهلي رايح بيسال الحكم بيقوله بيستفسر عن حاجه بيكلمه مش بقله ادب ولا بانفعالات ما راحش وقت المباراه جري وهو عشان يقول له تعالى تاني حاجه هل هم داخلين الشناوي جري وراه عشان يروح يكلمه ولا تصادف دخولهم مع بعض بامن وامان وحاسين وطبعا الناس بتوع الامن الموجودين لو حاسين ان واحد رايح ينفعل على الحكم او واحد داخل لان هم اول حاجه بيعمل حكام وهم داخلين لو الامن اللي حواليه حاسين ان الشناوي ده جاي منفعل او جاي بيعمل او جاي بيتخانق هيمنعوه لكن ده هم بين غرف الملابس وهم داخلين في الكوريدور هناك بتاع غرف الملابس بيخش اللعيبه مع بعض مع الحكام مع الناس دي كلها ثم الحكم بيروح اوضه اللبس بتاعته واللعيبه بتروح كده ده برضو من ضمن الاخطاء التنظيميه في الملاعب ازاي الاخطاء التنظيميه في الملاعب في اي مباراه بنعرفها بنفهم احنا الناس اللي موجودين اول حاجه الفرقتين
ان لم يجد بيبقى دولت بيخش من باب وده بيخش من باب. والحكم اخر واحد يسيب الملعب. ده صحيح. مش اول واحد يسيب الملعب. الفريقين كلهم يخرجوا وهو يخرجوا وهو اخر واحد يغادر الملعب. صحيح. ليه؟ لان لو حاجه حصلت في الملعب لازم هو يكتبها. لازم يشوفها. يقول لك ما شفتهاش. طالما ساب لعيب في ظهره غلط. مظبوط. يعني المفروض ان هو ما يسيبش اي لعيبه في الملعب. اي لاعب اي حتى لو احتياطي. تمام. اتنين ضربوا بعض. او شتموا او ضربوا في الجمهور. ما احنا قلنا سلطات الحكم تبدا منين؟ من قبل واثناء وبعد. غير المراقب بمباراه، غير مراقب التحكيم، غير المراقب الامني وكده. اذا دخول اللعيبه دي كمان نقطه، ان مع الحارس قصدي مع اللعيبه مع الحكام مع بعض خطأ هذا تنظيم. خطا تنظيمي اتحمله مين؟ اتحمله المسؤول عن تنظيم المباراه سواء في الملعب او خارجه او هو مش عارفين بروتوكول النظام ايه. صحيح. اللعبه الاول تخرج. طيب هنلاقي نقول ده احنا الفرقتين ما فيش الا باب واحد والفرقتين هيخرجوا مع بعض. يبقى انت الفرقتين هيخرجوا مع بعض، انت كامن واقف لان ممكن الاثنين مع بعض يخرجوا يضربوا بعض تحدث. يبقى انا لسه منفعل ونحتك لان لسه وارد وارد. لسه الانفعالات موجوده. لكن في النهايه برضو اخر واحد في الملعب يخرج، ما يسيبش لاعب ولا يسيب بديل ولا يسيب كده حكام المباراه. احنا كابتن. طب انت دخلت ازاي في وسطيهم؟ ما هو يعني ولا الشناوي راح جري لك دخل لك اوضه اللبس بتاعتك وقعد يخبط عليك افتح لي عشان عايز اقول لك كده. لا، اذا لازم حسن مش حسن يعني النوايا، يعني لازم الناس تقرا المشهد كامل. اتنين داخلين مع بعض فبيقول له يا كابتن في كذا كذا كذا، فالكابتن ايه مستعجل وماشي. يا عم ما تمشيش. انت المفروض تكون ورايا، تكون اخر واحد. صحيح. فالشناوي بيقول له تعالى. هو الشناوي راح لاوضه اللبس ليه؟ الناس ما بتحللش النقطه دي. كابتن فتحي برضو بنعيد ونكرر تاني اللي احنا برضو قلناه في اول الحلقه وقلناه امبارح، ان احنا ما بننتقدش النهارده التحكيم ولا الحكام من اجل النقد وخلاص. لا لا لا، النقد من اجل التصحيح. واحنا دايما هنا، وافتكر سياسه النادي الاهلي ومن قبل ما نتولد وعلى مر العصور والتاريخ، دايما النادي الاهلي بيتعمد انه ما يهاجمش اي حكم او اي تحكيم، ودي سياسه النادي الاهلي افتكر كده يعني اعتقد كمان. انا اعتقد جازمه، بس انا بتكلم في فكره انه النهارده ده مش اول خطا يقع من التحكيم. عشان كده يمكن احنا امبارح والنهارده كنا بنطالب دايما، ويا ريتهم يكونوا سامعيننا النهارده، بفكره الحكام الدوليين اللي النهارده واحد يعني. طبعا اي حكام مش دوليين برضو احنا بنسندهم، بس النهارده ما انا بقول لك بس يعني اسف يعني بس انت النهارده بتضيع نقاط كتيره كانت المفروض يعني تحتسب لفريقك، فريق النادي الاهلي يعني. عندي فاصل. نروحوا. طب ماشي. بعد الفاصل البيت الكبير مع الكابتن الكبير فتحي نصير. رجعنا مع حضراتكم والفقره الاخيره من البيت الكبير، منورنا الكابتن فتحي نصير. كنا بنتكلم على احداث مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي من خلال هدف ايمن اشرف، صحته او الغائه، وكمان بالنسبه للعقوبه لمحمد الشناوي، واتكلمنا بالتفصيل في كل حاجه. ومشكورا حضرتك، يمكن نورت عنا على اجزاء ما كناش شايفينها. الجزء والسؤال اللي حضرتك بعد كل دوت، اعتقد اللجنه الثلاثيه قالت ان الحكم مش هو طبعا وحكم البار مش هيحكمه تاني للنادي الاهلي بدواعي الضغوط الاعلاميه، او كان في مهاجمه اعلاميه برضه. تفسر القرار ده ازاي يا كابتن؟ لا يعني ضغوط اعلاميه لو الاعلام هيهاجم ايه؟ طب هل هم اخطاوا ولا هم قراراتهم سليمه؟ قراراتهم سليمه ما يهمنيش حد. وبعدين بعد كده بينك وبين نفسك ما تخليهمش، انت ما تحطهمش، ما تقول لي ما تعلنهاش. صح. لكن انت بتعلنها لي دلوقتي يعني عشان يعني كلمه حق يراد بها باطل. ازاي؟ انت خدت العقوبه وبعدين بتدي عقوبه مثلا لحكام مش هيحكموا لك عشان تهدى عليهم وخلاص. لا، انت بتقول انه مش هيلعبوا عشان تهدي الجمهور وتهدي الاعلام وتهدي. لا، هتهدينا في ايه؟ هل هم اخطاوا؟ لو اخطاوا يبقى خلاص ما اخطاوش، لكن لو اخطاوا اذا فعلا العقوبه غلط. لو ما اخطاوش انت مش هتعلن وما تقولش الكلام ده، لانك مش هتراضي الجمهور
ولا تراضي ولا الاعلام ولا الاعلام ولا اي حد ولا المسؤولين ولا كده ان انت وقفت. وقفتهم ليه؟ هم عملوا ايه؟ صحيح يعني ما اخطاوش. طب انت توقف ليه؟ الا اذا كان في حاجه. العمليه كلها متلخبطه صحيح، يعني مش متظبطه مع بعض او مش متركبه. هم نزلوا رجله غرز زي اللي ماشي بعربيه ونزل في الرمل مش وبيغرز يعني مشي بدل ما ينقذ نفسه نزل في الرمل خالص خالص، ده حقيقي ما بقاش حقيقي قادر يطلع. فالعمليه كلها على بعض. اسئله كتيره جدا توجه لاتحاد الكوره وطبعا لجنه ثلاثيه وتوجه لكابتن وجيه احمد طبعا رئيس لجنه التحكيم. ما هو يعني وجيه مش يعني هنقول ايه، هما ما كانش يتمنى ان حاجه زي كده تحصل، بس هما معالجتهم للمشاكل هي اللي بيسيبوا هما بيعملوا مشاكل. يعني هما شافوا الراجل اخطا فعلا ولغى هدف، ما جابلهمش حكايه الشناوي دي وفسرها بالطريقه اللي هي اصلا قانونا غلط ما اقدرش اوقفه، لان انت ما خدتش النظام الصح لان انا اوقع عقوبه على لاعب ارتكب خطا. هو ما فيش خطا في الامور كلها يا كابتن هاني يا سامي. احنا بنتكلم مش عشان النادي الاهلي تعادل في مباراه، لا احنا بنتكلم للمبدا العام للمستقبل للحكام. المباريات دي لصالح المسابقه كمان، الدوري الدوري طويل صح مظبوط، والتعادل دي نتيجه من نتائج المباريات صحيح. ومباراه من ضمن 34 مباراه يعني لسه الدوري مظبوط. فمش النادي الاهلي اللي هو هيقف على انه تعادل في مباراه ولا الكلام ده، احنا بنتكلم على لو تعادل في مباراه طبيعيه. ما احنا تعادلنا قبل كده في مباراه وادي دجله ومفيش اي حاجه، الناس طالعه مفيش مشكله طيب. لكن ما لا توقف حد ولا اتلغى هدف ولا الحاجات دي كلها، دي وارده في الكوره. عندنا مباراه مهمه جدا امام المقاولين بيراميدز كلهم صحيح بدون الشناوي، لكن طبعا بنعول امال طبعا كبيره جدا على علي لطفي وعلى المواهب الكتيره جدا في فريق النادي الاهلي. لكن شايف المباريات دي ازاي في ظل بقى اللغط اللي حصل في المباراه من المباراه الاخيره؟ في ظل اللغط اللي حصل احنا عندنا المقاولين، عندنا بيراميدز، عندنا سموحه وطلع الجيش، بس اعتقد دول بعد كاس العالم للانديه. لكن يعني طبعا هم دول اربع مباريات الشناوي هيغيب عنهم. يعني مش هيحسبوا ماتش كاس العالم يعني الحمد لله دي اللي ناقصه. ممكن يحسبوا. فالمهم لا يعني وبعدين المفروض لو هم برضه بيفكروا في حته مش تعاطف لكن بعقلانيه، لو فكروا في القرارات اللي هم بيعملوها وعارفين فرقه رايحه كاس عالم وعارفين ان فرقه رايحه تمثل مصر وتمثل القاره، مش مصر بس تمثل القاره كلها في هناك. انا في العقوبات دي مع حراس ومع حاجات زي كده انا ما فكرش فيها وما يعني ما اخترعش مشاكل عشان اوقف لاعب عشان يبان ان انا جامد اقوى لاعب وكابتن النادي الاهلي، لانه ما بوصلهاش انها واقفه لاعب عادي. لو لاعب عادي ماشي، لكن حارس مرمى كابتن النادي الاهلي لاعب منتخب مصر لاعب كده عشان يبين ان انا قوي، لا مش هيدري قوه. ده انت عد فرقتك نفسيا، دورك كاتحاد عد فرقتك نفسيا، عد الفرقه دي عشان انت رايح لحاجه منافسه اكبر، مش بتمثل مصر بس، بتمثل القاره كلها طبعا. فكان لازم يبقى في فكر هنا حضاري في وده اللي خلي بالك كابتن يعني هلخص ده من خطاب النادي الاهلي اللي بعته للجنه الثلاثيه، وهو لا يخص النادي الاهلي لوحده، احنا بنخص ان المعايير تبقى واحده، وده الكلام اللي قاله خطاب النادي الاهلي، احنا نفسنا تكون المعايير واحده اللي يطبق على الجميع بشفافيه، يطبق بعداله. وما لا النادي الاهلي ما تطرقش على الحديث لنفسه بالرغم عمره ما اتكلم عن نفسه ده، فهو دوت من اطار اولا المصلحه العامه للمسابقه كل، واطار المصلحه العامه للجنه التحكيم نفسها انها كمان تصلح من نفسها وتصلح من اخطاء الحكام، ده في اطار الاطار الصالح العام للكره المصريه. يعني ده يا كابتن هاني حتى رجعنا معلش هطلع بره شويه كده. النادي الاهلي لما كان الدوري بعد الكورونا قالوا مش هتلعب، النادي الاهلي هو ونادي تاني بس هم اللي قالوا لا عاوزين نكمل الدوري. تقول لي طب هو بعدين عشان ياخد الدوري؟ لا، لولا النادي الاهلي كمل الدوري ما كانش مستوى الاهلي او الفريق المنافس الاثنين تفوقوا في افريقيا ووصلوا نهائي افريقيا طب. لان ده كان احسن اعداد لهم، واللي راح للكونفدراليه برضه لان المباريات اعدتهم
اذا المباريات دي وبعدين منتخب مصر، منتخب اولمبي قعدتهم، المنتخب الاولمبي مباريات قعدتهم. اذا مش موضوع النادي الاهلي ما كانش بيتكلم على نفسه، هو بيتكلم على كل ده. اذا فات كل هذه المجموعه، اذا للصالح العام. لان الاهلي عمره ما بيتكلم باسم للنادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر من انه يتكلم عن نفسه. صحيح. لان فرقته اعداده نفسه اعلامه جماهيره كلها دي كبيره، فهو بيتكلم عن مصر. صحيح. طيب. صحيح طبعا. قرار استئناف الدوري ده اتكلمنا فيه يعني، لا ما احنا احنا بنقارن بنقول ان احنا هنا في الصالح العام يعني. طبعا النادي الاهلي دائما وابدا بيتكلم عن الصالح العام، فات كل الانديه وليس القرار ده فات كل الانديه. كابتن فتحي فات الكل، المقاولين وبيراميدز فات كله، فات كل الفرق. لا الماتشين اللي جايين، نيجي للماتشين. الامور الفنيه بقى نتكلم فيها. الامور الفنيه احنا عندنا المقاولين، المقاولين طبعا تعثر في بدايه الدوري كتير، وبعد افريقيا، وبعدين كابتن عماد جاله كورونا، ولاعيبه جات لها كورونا، ومجموعه لعيبه من بتاع، وبعدين خسر ماتشين ثلاثه. النهارده يمكن هو كسب الاسماعيلي بهدف، يعني اولاد العم يعني بيلعبوا بعض، لكن لأول مباراة يكسبها فهو دي هتديله دافع شوية إنه عاوز يبقى داخل بمعنويات أعلى وبتركيز أعلى، وخصوصا بيلاعب النادي الأهلي. طب ده قصة لوحدها، مفيش نادي فيك يا مصر بيلاعب النادي الأهلي وهو في حالة استرخاء أو في حالة عدم التركيز. صحيح. سواء المدرب أو الإدارة أو اللاعب، يعني حتى المدرب بيبقى اسهل له، اسهل ماتش انه يرفع معنويات لعيبته، اسهل ماتش طبعا. هو اللي لما بيلعب الاهلي. ليه؟ لان اوتوماتيك اللعيبه من نفسها كلها مجهزه نفسها ومظبطه نفسها، حافز. عندها الحافز. ليه؟ عشان تعرض نفسها في المعرض الكبير، المعرض الكبير اللي بيشوفوه الملايين. وده اللي محمد يوسف عمله لما دفع بخمسه لعيبه في الدفاع، صح؟ في المباراة الأخيرة. يعني هو طبعا كابت محمد يوسف مباراة من 75 ل 80% استحواذ النادي الأهلي، ل 20 و25% استحواذ يعني مش كورة يعني. في عرف كرة القدم دي مش كورة يعني. لو نقول لهم ما فكرش لعيب يروح ناحية الشناوي، لا ما فيش، هي تسديدة واحدة على المرمى مش في المرمى يعني، في جانب ده الاستاتيك. بتتكلم على 11 فرصة تهديف للنادي الأهلي مقابل فرصة واحدة لل يعني للبنك الأهلي، لكن هو طلع باللي هو عايزه. هذه يعني ليست كرة سهل جدا تدافع، صعب جدا تهاجم فرقة بتدافع، لأن اللي بيدافع ده بدون تركيز إن هو يشيل الكرة في نص ملعب الخصم، بس مطلوب منه أنت توقف الكرة، أي كرة تلاقيها هنا وديها الناحية التانية، ما تلعبهاش، ما تخليهاش ترد عليك تاني، فخلاص سهل اللعب. أما لعيبة النادي الأهلي في هذا التمركز، ما هو مش هيشيل اللعبه ويطلعها بره، واقفين مش عايزين يطلعوا، فاذا وضع طبيعي انك ممكن تقابل فرق زي كده. طب كابتن، ايه الحاجات اللي حضرتك شفتها سلبيه في مباراه البنك الاهلي وشايف انها لازم تتعالج في مباراه المقاولين، ليه على الاقل انك الفرص اللي بتجيبها او الفرص اللي بتخلقها يعني تبصر عن هدف؟ شفنا كابتن هاني وانت مريت بالتجارب دي كتير، سهم ان لما اكون فرقه متكتله وهتتكتل، ومش دي اول فرقه، ده هيكرر الموقف ده تاني. الحلول السحريه، التسديد من البدايه من خارج ال 18 ده اساسي. يبقى لابد عندي لعيبه تسدد، ويعني اوجد فرص واصنع فرص للتسديد للعيبه اللي عندي بتسدد، لان الكره دي لا اما هتروح على الجول على طول مباشره، او هتضرب في واحد ويخش جول، او هتعمل مشكله، او ترتد واحد تاني يحطها، او الاختراق بمهاره لعيبه، عندي لعيبه مهاراتهم عاليه جدا، اذا ان انا هخترق هخش المنطقه، هتحسب لي واحده مش هتحسب لي اتنين في ضربات الجزاء او الضربات الحره المباشره، زائد اللعب على الاجنحه والاطراف بشرط يكون عندي ناس ازاي تستقبل الكوره بضربات الراس والانطلاق ناحيه الهجوم. احنا يعني مفيش في كره القدم في التكتل ده اللي احنا شفناه، ترسانه اسلحه، غابه من السيقان داخله جنب بعضها، لو تشوف كل واحد رجلين صحيح. في 10 12 دخلت لك 22 رجل، طبعا زحمه. اذا من الزحمه دي والزخم الدفاعي ده كله محتاج التسديد، ما هم مش هيطلعوا لك، ما فيش حد بيجي لك، فانت تشوط.
او ان انت تخترق انت تروح لهم هم هيوقفوك ازاي لو انت لازم هيعملوا فاول. خلاص فاول ليه؟ مر بره الخط ضربه حره مباشره جوه الخط ضربه جزاء. الكرات الثابته برضه او ما هي دي هتوجد لك ده هتزود الكرات الثابته او اللعبه على الاجنحه وان انا برفع بس بشرط ان يكون في حد بيروح بيلعب. وكمان مهم جدا يا كابتن كمان لما بتوصل للاجنحه لازم يعني لازم يكون التركيز الاوفرات تبقى مناسبه جدا على اساس للاعبتي يعني احنا شفنا بصراحه كذا بنوصل الشحات وصل كتير قوي لكن الدقه بدون تركيز الدقه مش موجوده دقه التمرير صحيح. وكان في سربعه شويه استعجال الاستعجال ده كان بيخلي عدم التركيز غير موجود لانك انت لما تكون مستعجل ما بتركزش. انت لو في البيت ونازل وجاي الاستوديو ومستعجل ممكن تنسى حاجه صحيح تنسى موبايل تنسى او تغير طريقه لعبك بقى انت بتلجا بقى للكور الطويله بتلجا لاسلوب لعب مش بتاعك لا لا مالكش يعني ما دي لا يعني حاجه الفرق الضعيفه او الفكر ان يعمل البالونات مش هتعمل بالونات صحيح صح. هو برضو يتحسب له مثلا لما طلع محمد هاني ولعب الشحات ورا ما لعبش الشحات ورا الناس فاهمه انه بتلعب الشحات بقى ما بيلعبوش هو اصلا ما فيش مهاجم عشان يلعب ما كانش عليه وينج شمال يعني فبيزود عدد المهاجمين الناس فاهمه انه لعب الشحات يا عم ما لعبش الشحات بقى ده هو الشحات اصلا خلاه بس ناحيه اليمين برضه نفس الحكايه يبقى قوه دفع لعب بخمسه سته كلهم مهاجمين ما فيش واحد بيسدد صحيح يعني هم موجودين بس العلاج ايه؟ ده عمله زحمه زياده اكتر ايوه يعني العلاج انك تسدد صحيح 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 احنا بنشكرك يا كابتن فتحي فعلا دايما يعني كده بتنور لنا حاجات غايبه الله والله العظيم الله يخليك سام انا مبسوطه جدا شكرا ليك طبعا يا كابتن فتحي مصير طبعا تاريخ كبير ودايما بنستفيد وسعداء انك حضرتك موجود معانا دايما في البيت الكبير وان شاء الله على لقاءات انا اللي بسعد ان شاء الله لقاءات ربنا يخليك ان شاء الله في الاحداث دي وربنا يوفقنا ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله يا كابتن احنا عندنا ثقه في لاعبتنا وعندنا ثقه في الجهاز الفني وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. دي كانت طبعا نهايه حلقتنا النهارده في البيت الكبير وكانت يعني نهايه سعيده مع الكابتن فتحي المصير اللي اسعدنا بوجوده وان شاء الله بكره ميعادنا وحلقه جديده من 10 لواحدة في البيت الكبير تصبحوا على خير.